ايه مكنتش مصدقة والله، مكنتش مصدقة ان انا وصلت ليك بجد. حبيبة قلبي نورتينا. ربنا يخليك يا رب. اتفضل انا كنت عندي حلمين، تمام؟ يلا خير ان شاء الله. اول حلم انا حلمت من فترة، من شهر 2 كده، ان انا كنت في كوافير، وبعدين زي ما يكون لابسة فستان، يعني حاساه موضة قديمة وكبير عليا سنا، بس هو طويل ولابسه طرحه، بس مش طرحه بتاع فراح، حتى ببص لكل العرسان اللي حواليا بقول انا عايزه البس طرحه زيهم، بس لقيت الطرحه، حد عارفه حضرتك اللي هي زي اللي بيلبسوها من قمار ماليه، دي حاجه طويله كده مغطيه كتفي كله بس يعني، كانت شكلها ومش كويس ولا مريحه لا؟ حاجه خالص. يعني حلوة ولا لا؟ هي حلوه والفستان برضو كويس وقيم، بس قديم مش عاجبني، مش عارفه، حتى انا كنت برفع في الطرحه من على كتفي اقول لهم انا مش عايزاها كده، انا تمام عايزه البس زيهم. تمام المهم زي ما يكون لقيتني في القاعه، بس هي القاعه ما فيش اي حاجه غير ان في ناس بس. هم لقيت ايه، زي ما كان ظهر اخو العريس او حاجه زي كده، تمام شخص اسمر وعينيه واسعه ورموشه طويله، هي دي اللي انا فاكراها بالظبط. تمام فبقول له جميل. ايه مواصفات العريس، قال لي بصي هو كويس بس قمار شويه، هو قال لي كده. وبعدين قلت له ايه يعني كمان، قال لي والله بصي هو الحاجه اللي بيمتلكها زي ما يكون بيحب يعني بيغير عليها، مش عارفه يعني ما فهمتش قوي كده يعني. ايوه، ما المهم هي فجاه حاجه لقيت نفسي موضه في البيت قديمه. عندنا، ايه لقيت نفسي في بيتنا. تمام. فالمهم ظهرت قدامي بنت خالتي كانت متوفيه، ويا عروسه الله يرحمها، هي فرحانه قوي وبتعمل لي باي باي باي. فالمهم ايه كويس، بقولها، انا بتقولك فرحت باي باي. بفرحها، كانت بنت خالتي ماتت ويا عروسه الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. فالمهم تعمل لي باي، فانا فرحانه الفرح. المهم ايه بعمل لها باي باي وفرحتي، فظهر واحد بيقول جدي، بس عمه يا ماما، بيقول لي عندك كام سنه اللي وصلت له ده كله؟ بقول له انا كان في الفتره دي كان عندي 23 سنه، يعني كان فاضل لي شهرين واتم ال 24. لقيتني في الحلم بقول له عندي من 23 ل 24. فمراته واقفه جنبها بتقول الله يبارك لها، الله يبارك لها في الحاجه يعني اللي وصلتها، مش عارفه ايه هي وانت يعني، عندك كام مش سنة عارفه. في الواقع؟ انا في الواقع في وقتها كان عندي 23، فاضل لي شهرين واتم ال 24، دلوقتي انا عندي 24. طيب ربنا يا رب يحميك يا رب. قريبتك اللي توفت دي كان عندها كام سنة؟ اللي توفت كانت وهي عروسه كان عندها من حوالي 24 25، يعني تمت ال 25 في فرحها متهيألي على ما اعتقد، حاجه زي كده. كانت توفت، ايه السبب لو ينفع تقولي؟ والله قولي. كانت طالعه شهر العسل وعملت حادثه وعلى الطريق. دي الحادثة اللي فاهمين؟ اتنشرت على الفيسبوك، دي الحادثة اللي كانت معروفة على الفيس الفترة اللي فاتت. لا هي دي بقالها سنتين. بقالها سنة. اصل في واحدة تانية هي وزوجها. تمام كمل. هكمل بقى لحضرتك. المهم ظهر 2 شخصين، حسيت منهم بنار قوي وبغيره طريقه غريبه، فدخلت جوه البيت زي ما يكون حصل مشكله بين العريس وخاله، فانا بقول له انا ذنبي ايه، فخاله واقف في الحمام، فاخو العريس اللي ظهر ده بيقول له هو مش قصده حاجه، فخالي متعصب خلاص. فانا دخلت الاوضه بقول له، فبقول له خالي انا كان قلبي حاسس ان انا مش هطلع من البيت ده، ان انا هتجوز في البيت ده زي ما كنا هتجوز في بيتنا. انت اللي قلتي؟ فبعدين انا زي ما كنا هتجوز في ادوار فوق، حبيبة يعني البيت قلبي، بتاعنا اربع حبيبتي، ادوار. انا الشبكة عندك بتروح وبتيجي كده، فقفي في مكان شبكة وقوليلي حضرتك سامعاني كده؟ مين اللي قال انا قلبي حاسس. انتي انا بقلقه في الحلم يا خالتي، انا قلبي حاسس ان انا مش هطلع من البيت ده، يعني هتجوز في البيت ده. فالمهم دخلت الاوضه، فحصل مشكله بين خالي كده، يلا يعني انت اتاخرتي الساعه ده. الشبكة، فبقول له طب الصوت، الصوت عندك، حضرتك سامعاني؟ يلا قولي كده. انا بقى خاله دخل الاوضه بيقول لي يلا عشان الوقت اتاخر، الساعه بقت 1:30. تمام، خالي ده اللي هو مربيني لان هو يعتبر هو والدي. تمام. المهم طلعت فوق، فطلع الدور ال 16، فانا طالعه سلالم، لقيتني طالعه سلمتين او سلمه مش عارفه، فجاه لقيتني في الدور ال 16. فبقول لواحده اديتني جميله قوي وتخينه وبيضه وحلوه قوي، فبقول لها انا فين الدور ال 16؟ قالت لي انت خلاص وصلتي للدور ال 16، شقتك شقه واحد. فلقيت الشقه كلها بيبانها بني الا الشقه بتاعتي بابها ابيض، وفتح لي العريس ودخلت، بس الشقه كانت نورها ضعيف خالص، يعني ايه عارف حضرتك ان انت تبقى عايزه تقعدي في هدوء وتفتحي بس نور بسيط، هو بس كده بس، وزي ما يكون بزهق مستنيني وبيقول لي الحمد لله على السلامه او حاجه زي كده، مين اللي قالك كده؟ اللي هو المفروض العريس يعني. طيب بصي، طيب عامة هي الرؤية فعلا بتدل ان في حد هيجيلك. طب انت حد جالك بعد الرؤية دي ولا لا؟ انت بتقولي الرؤية دي بقالها شوية.
فعلا. انت بتقولي الرؤية دي مش جديدة، حد جالك من بعد شهر، المنام حد جالك بعد المنام ده؟ من اول حضرتك جالي بعدها بشهرين واحد، هو كان كبير عليا في السن شويه يعني، كان عنده 40 سنه متشدد. وكان متدين وكده يعني، تمام. واضح، واضح. بس ما اعرفش ايه الموضوع، وقف مره واحده بس. طيب بصي هقولك الحمد لله، قدر الله وما تمام شاء فعل. تمام لاني انا شايفة ان الموضوع بتاع الشخص ده، بصي انا يعني ايه، هو حد مش وحش، بس هو زي ما انت شفتي كده لبس الموضة القديمة والحاجات دي كلها، هو بيبقى ايه، حد متشدد فعلا زي ما انت قلتي، طباعه صعبة شويتين. ف ربنا عافاكي يعني، الموضوع ده طالما ما تمش انت ربنا نجاكي. ليه بقى؟ في حسد شديد جدا حواليك، جديد جدا فوق ما تتخيلي. يمكن يكون كان ده هيجي، انت عارفه يعني احنا بنقول ايه، ربنا فاد حاجه بحاجه. الموضوع ده ما تمش يبقى ربنا فاداكي، لان انا كنت قلقانه فعلا من رموز الرؤيه ليكي في موضوع الارتباط، من تحديدا من الشخص ده.